عبانك ما أنت أنا كهذا لأن محاضرة ذي أنا وحوي هي قيمة جبدة مسلمة ضعي لي هذا هي أنت أنا عبانك أستوس وجود بين إن شاء الله طور قضب أي محاضرة ذي أنا ما أنت يدل استاجد أنت قضب كوباد وقيمة جبدة إسلام ك إسلام ككهر قيمة هاي لهيت سدوا كله قضب كله بعد أن دول استاجد أنا وحوي هي قيمة جبدة إسلام ككتب سدوا ونقضي قضب كسد حد وحوي وحياه رجع يكسمين هين جبدة إيوه جبدة مسلمة ضع شرفت إسلام كوس قضب كأفراد وحوي شرفت إسلام كوسية جبدة يضع أهويه جبر يحاس أنت بقى ودول استاجدونا إن شاء الله قضب ككلاء أن محاضرة ذي أنا كنت استاجدونا وحو نقولنا يا واجبات كسارين جبدة مسلمة ضع إن شاء الله أنت أسوأ أنت أن إن شاء الله كهذا اللي دونه ما أنت قرآن كمالك اللي دون أي الله سبحانه وتعالى كهذا اللي دون مركا قرآن كوحى وكجرت صورة اللي مجا عاب صورة النساء صورة سوحى لا ذه مجا كلا أو صورة دي وينيت يا دون مركا وحى جرت صورة كلا أو لو مجا عاب صورة دي يريت يا دون مركا وين صورة الضلاق مركا مالك لا يوح كلا لجسوا تجبا قرآنك سورة كم يضاه أيو الله سبحانه وتعالى إنه وجو مجعدري الله سبحانه وتعالى سورة سنوحة وغهد لا أنت بدن أحكامته دمركا أنت أسكدي قلب كينك وبعد حقيمة قبل إسلام كهر سذاب وها أيان كهد لدنا إن شاء الله إسلام كهر قبل وح وحقيمة أهم إيسن لهين ضد كان رير قربل قلبات كإيمان تأرنايا وحن كهد لينا حقوق ضد مركا سدا أبوها إسلام ككهر حقوق ضد مركا سدا بيهايت وحي هايت مد أن وحبك جرين أكتر ذن وح قيمة عن كل هين بل وحي هايت أكتر ذك هيد ألعب يسوع يبسدان أما يكو عر عياران أو كله وحي وحتى إسن أقر سنين إن أي تهي بن آدم وما إسن قر سنين إن أي تهي إنسان شريتان كإنسان نمضي حتى إن يكون مقعابان وايدي دنائين سيدو أكالي وحبا أكتو ذو كماه لهين وح تملق لي راهدو وح مال أهما إيسن لهان كرين بل إيادة أيال لهان جري إسلام ككهر قبدا وحبا ما إيسن إيبسن كرين وحنا ما سيسن سو إيبسن كرين إسلام ككهر قبدا قيمها سأي لهيت halkaas ay naga taagnay mujtamaacii bulshada ay ku dhex jirtay islaamka kadib sidee buu noqday qiimaha gabadha islaamka kadib qiimaha gabadha kor ayuu u kacay alla subhanahu wa ta'alaana dinaaya badan ayuu ka karaameeyay marka ugu horeysa alla subhanahu wa ta'ala hadaha hal qodob aan ka soo tagay aan ku noqdo islaamka ka hor gabadha xitaa looma ogoleen in ay noolaato nolosha xitaa looma ogoleen waxay ahaayeen kuwa nolosha ku duuga maantana waxa ay rabaan inay naga la hadlaan xuquuqda dumarka miyaan ka ogolaanayna taas ma aha wax aan ka ogolaan karno insha Allah maanta wax badan ayaan ka tilmaami doonaa qiimaha gabadha islaamka uu yeelay waxa ugu horeysa waxay tahay islaamka gabadha uu siiyay alhaya inay noolaato ayuu alla subhanahu wa ta'ala ku sheegay quraankiisa inay noolaato ayuu xaq u siiyay islaamka gabadha sidoo kale insaannimadeeda bini'aadamnimadeeda ayuu Alle subhanahu wa ta'ala quraanka inoogu sheegay inay ka mid tahay insaanka waxa uu siiyay karaamooyin kala duwan Alle subhanahu wa ta'ala gabadha xaalad walba ay marayso hadii ay yar tahay hadii ay gabadh noqoto hadii ay hooyo noqoto hadii ay xaas noqoto intaba Alle subhanahu wa ta'ala waa uu karaameeyay إن شاء الله وادل تجدون نادمان وحن كادلين غضب كينك لأيها حيابها يكسميهن قبدا أي رجع قبدا مسلم ضعه رجع وحبذا أي كسميهن في أصل النشأة وحي كسميهن أبورك أو صد الله أبوري أبورتانك أي كسميهن إن أي بن آدنيهن لبضو ضبع أي كسميهن الله سبحانه وتعالى وحوليه هاي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ضدوا إلهي كعب صدى
اللهي خلقكم إذن كأبوري من نفس واحدة نفكليا قبدا يو ننك رجع أهبا وحالق أبوري هل نف الله سبحانه وتعالى سيد أيضا إنه قشي جيو هل نف أيا لقى أبوري واجرتانك إنسان نمو الله سبحانه وتعالى أوسيي سيدوك الله وحاولي هاي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون شني إنس وما أنن أبورين إن يعبدان موي إنس جاس الله سبحانه وتعالى أوتل مامي قبل دواي كجرتا وأنا إن أي الله سبحانه وتعالى أي عبدا قضبك كلاي كسميهن قبل منك ومسؤولية في الدين والاجتماع إن أي مسؤولية كسارنتهاي قبل دين تهذا يبلشذا إذا انتبه أو سذابك كسارنتهاي دين ته الله سبحانه وتعالى وحوليه هاي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويديعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم واجب كسارين قبدا دين تهدا آيادا أيو الله سبحانه وتعالى إنه وشيغيا ألمره المؤمنين تكليا بل وحول هاي والمؤمنون والمؤمنات رجع مؤمنين تأ يدمر كمؤمنات كا قاركوت خارك كل ولي أي أيهن وناجا يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر وناجا أي ضد كفران حمان تنواعي كريبا دين واجبات كدين أي نصارى محاكمة ضد كإنا وناجا فرنو حمان تنا عن كريبنا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة صلاة أيد كذان زكاة نواعي بحيان رجع كلي صلاة لجمربو زكاة لجمربو بل ويكجران دمركا مرك عبادات كأودن على سبحانه وتعالى رجع كمجاريلين بل يدمرك يرجع ويؤسميهن وحي عبادة صدا أيضا على سبحانه وتعالى إنه وشيء وحكى له رجع يدمرك يكسميهن في الجزاء آخر مرك لا تجو أبان مرنت حق على كليهن قفل بعملك وقبتي أيو على سبحانه وتعالى كأبان مرنا يا تنوارك كنوارك تنوا دمر على سبحانه وتعالى أمك لقادن أكتي سنة سيسكم ده أيو قفل بعملك وسميستي وأبان مرنا يا في مساواة المرأة للرجل في الجزاء على سبحانه وتعالى وحوليه هاي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قفك السماء عمل ونكسن رق يضمر كودون ها هذا وهو مؤمن هدو مؤمن يقفك إيمان لجهله فلنحيينه حياة طيبة الله سبحانه وتعالى وحوليه وحنكونوا لينينا نولول ونكسن ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وأنا كأبا مرنينا أجرك وناقع سميين درتيسا مرك الله سبحانه وتعالى أكتيسا واحفظ الأمر إرادة إيكوك لليهن رقع يضمر كمجران آيات كسان هاد نقود الأقريي وحينوت الماميان لمان توضع حق الله سبحانه وتعالى إن رقع يضمر كسميهن محيتها قيمها هي حقوق ذا إنه رادينيان ضد كان لها حقوق تدمر كأيان رادينينا والله سبحانه وتعالى أوسن إنا سينين محيستها هدان الله سبحانه وتعالى أكتيس عن سدان أقص من هاي رجع وح إنا جم قن أو أن رادينينا هدي أن هاي دمر حقيق مجرت وح إنا جم قن أو أن رادينينا ما أنت مر هدي الله سبحانه وتعالى أكتيس أقص من تهين قفك كدا يا حق كورة دينايا مجرت وح أتكجأ أقولاته بل يقفك كلها يا ما أنت حق كورة دينايا كمسني دين حق الله وايو أصدق وقال عقابتي سنة الله سبحانه وتعالى يا قرآن كإنه قشي جي أذيك أنا واحد يقف مسلمات الله سبحانه وتعالى أو دوري أو حفظي أو أماني شنان أبالك ذوي هي
marka ma jirto ayaan oranaynaa mar kale waxaad inoo raadinayso oo xaqa aad inaga maqan oo aala ina siinin. Islaamka ka hor waxaan soo tilmaamnay gabadha inaysan wax lahaansho ah aysan jirin ay lahaan kartay. Islaamka wuxuu u sugay gabadha inay wax lahaan karto. Gabadha ma aysan dhexli jirin haddii ay qof qaraabadeeda ah oo dhinto ama waalidkeeda ah islaamka ka hor. Laakiin islaamka kadib alle subxaanahu watacaala waxa u sugay dhexaltooyo inay dhexli karto wixii qaraabadeeda iyo dadkeeda ay ka dhinteen. Sida alle subxaanahu watacaala uu ku leeyahay fii suurati nisaa, للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون صدى رجو وح أي كتجان قرابذو ذي يقول يهين وح أي ضمر كان يقول يهين الله سبحانه وتعالى أن آيدس أي أنه وعدي تعسن وامتك لأي حق لو الله سبحانه وتعالى أو أصبي ضمرك. تكريم الإسلام للمرأة كونها بنتا. Islaamku wuu karaameeyey gabadha dumarka ah dhinacyo badan, marka ay tahay gabar, marka ay tahay xaas, marka ay tahay hooyo intaba. Haddii aan ku horeyno marka ay gabadha tahay, sidee buu u karaameeyey? Xilligii hore ee islaamka ka hor jaahiliyada waxay ahaayeen carabta kuwa gabadha duuga iyada oo nool haddii ay dhalato. Inta ay dhalanna ama marka loo dhalayo, haddii la sheego in gabar loo dhalayo ninka, wuxuu noqon jiray mid dadka wejiyadooda iska qariya, wejigiisana uu bedelma madow iyo carro aad u badanna uu ka muuqdo wejigiisa. Sidaas ayuu ahaan jiray. Alle ayaa inoo sifeeyey aayaadka ku jira fii suurati naxli, waidaa bushira axaduhum bilunha dhalla wajhuhu muswaddan wahuwa kadiim يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. الله سبحانه وتعالى وحأولي هاي متكاد هدي لوغو بشاريه إنا قبر أدلتي ظل وجهه مسودا وهو كذيم وحو نقنجري وجهيسا مد مذو سقو عرآت أبدا اسكو قارنايا حالة داس أي قبر كسقنايد السلام كهر. جاء الإسلام مركا. إسلام كمركا أو إماضي. الوحو أسوغي. إن ويلك يقبدا بعد لشضوضة أي إسكم التهي. سيسكم إذن إنو أغفر حقفك أي تهي. الله سبحانه وتعالى وحأوليهي. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وحو الله سبحانه وتعالى آيات كان إنو شيغي إن ويلك يقبدبا هبة من الله هب إلهي وقفك سيي آتهي إنو مدنك فرحا مدنك مرق إنيسا أهين أيو إنو عدي آيات كان. الله سبحانه وتعالى وحاو لهي إلهي بأسقناتي لهانشا السماواتك يدولك إنسابا عدو دونان وحو وهي بيا قبلك ليا عدو دونان وحو وهي بيا رك ليا أما ويللك ليا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أما هو إسكو قدرا عدو دونان الله سبحانه وتعالى هو إسكو قدرا مركا هدي قبرك ودلتو وحا أذيق سميستي أما أذيق أكسبت ما هاني واهبة من الله سدى أغفر حليه ويلك قول شيء وإناد أغفر أحدان مركز الله سبحانه وتعالى وكا إنوصو غي إن قبل إي ويلك با هبة من الله إيهين. عائشة رضي الله عنها وحي نورينيس حديث نبي صلى الله عليه وسلم أودهي ليس أحد من أمتي يعود ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار. ما أهان أمديدا وما أهان يعني أحد وما أهان أمديدا إنو كري سدح قبلود أما أي لدشان سدح قبلود سدح داسو أو وناجي قفكا وكريو حديث كروايات بدن أيولي هاي وكريو أو وناجيو إلا قفكا سدو كريو أو وناجيو وحاول ونقنا يعني سترا من النار كونا أرتك حجابا
في رواية أيضا رواية الوحيلة هاي إلا وجبت الجنة يعني قفكس جنة أي أواجبتي مركا قبر دلشة هذا يكرن هذا يو بربارن هذا يو وناجن هذا وحاول وقص بذابة جنة سيدا النبي صلى الله عليه وسلم ينوش هذي قبر مركا تحي حاس كرامة وسيء إسلامك محيط هاي مرق أجهر أسجبده أنت إنسان حسن قرن وحيلا هذا هاي مهر مهرك الله سبحانه وتعالى أي واجبي يعني أنت إنسان نك لا أقل جلين وسنجورك عقد جدعين أي بمهر يا لنا سجبده وكل عاي عقد جمهرك صدق الإسلام كزوجته وحه واجبي إن مسؤولية ده نفته هذا ينولش هذا بقى لقد القاضي وقوة جبية ننكا ماشي أي دقي لهاد بيلك كوبح لها وح الله وحي أباهنت هاي إن رجع الله سبحانه وتعالى وقوة جبية طاسنا وشرف إي كرام إسلام كوسية جبدة إيسان هرؤو لهين حدا إيسان حتى كجرين ضدك قال هذا لحظة ذا بد جبدة مسلمة كلية أي جار أتهاي جبدة مسلمة أي أرين كاس جار أوله إن مسؤولية ذا نفقة ذا وح الله وحي أباها تنين كذا أي كسارين هاي مسؤولية ماشي أي دج لهاد أنت بقى مرك ما أهن وح يعني ضعيف تنمو ضمرك أسوق ناتي بل أي واشرف أي كرامو الله سبحانه وتعالى أوسيه قبل تكريم الإسلام للمرأة بكونها أما إسلام كو كرامي قفك ضمرك هذا نهدي أي نقطة هويو حنقصوا هذا النيد وقبره إيضو الزوجة هذه هوية نقطة مركة تاريخ ذم مشرتو منكو قرنو دين منكو قرنو كرامة أوسية هوية الإسلام كا دين سيسي مشرتو إلى الله سبحانه وتعالى بر الوالدين كا أما هوية إن الاحترام أو لو سمفلو وكحجيي عبادة الله سبحانه وتعالى أسجل عبدايو وعلى سبحانه وتعالى وحوده هي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا مرك الله سبحانه وتعالى عبادتيس وكهد لين أسجل عبد كلدي وكلهد لي أدومديس وحوكحجي إن والدك الله إحسان فلو صدق في سورة النساء الله سبحانه وتعالى وحوليه هي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلهي عابده وحنها أشريكي لنا وبالوالدين إحسانا والدك نو إحسان فلا ما لك لو دور وحجر هو إذ كل قرآنك على سبحانه وتعالى أو كغهد لي ووسينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه كرها وحالو در دار من إنسانك إني لبضو ذو والد أو إحسان فلان محال وحجي هو يدي أيال وحجي لبا آيادود با قرآنك كجرتا إلا سدح آيادود إنت با وحال وحجي هو يدا إنت أسنوا هو يدا حق إلي ذا هاي شرفت إسلامك أوسيي نين أيا نبي صلى الله عليه وسلم إما ذي سيد أبي هرير رضي الله عنه ينورنا يو وحاوي ديي نبي الله ضدك يا أيو حق بذن إنا لساحيبو وأن ساحيبو ناكسن ونقضو نبي صلى الله عليه وسلم وحاوكو دهي هو يدا صحابي يا أمرك نينك يا أمرك لكوعلي وحو دهي كذبنا نبي صلى الله عليه وسلم مر لبادي وكوعلي هو يدا نينك يا كو دهي مرسد حد كذب هدنه ثم أيو نبي صلى الله عليه وسلم يا أمرك لوحو ده هدنه هو يدا مركي أفراد وكوعلي أيو نبي صلى الله عليه وسلم محو دهي آبها مرك السدح مر نبي صلى الله عليه وسلم وكسو علي هويو 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 كذب أي آبها لدهي ماشان حديث كان حينوفا إذينا يا خرط الصاحب إن قفل قريكتو قفك أقوى ناكسن إنا تهي والد كاقا هويا ذا عدي وكل شيء مرك هويا ذا صاحبتن ماذا ذا إيو أكسو قذبتو ضدك الإنا سلا صاحبتي أنا قنا وحالك يا أبا هذا إنا هويا بنولش إيبسن إنو قجرين بترسيق صاحبتن ما بإيسن إنو قجرين
ee marka la dhaw qofka yaa maanta kuugu dhow ama saaxiibka kuugu dhow yaa waaye asmaa kale uu tirinayaa dad kale oo maanta caadiyan uu u barta uu tirinayaa waxaa dhacday inta badan hadda aan aragnaa anigaba aan arkay in gabadha ama qofka yaa marka la weydiiyey saaxiibka waa kuma kuugu dhow ama saaxiibada kuugu dhow waa kuma dad kale uu tirinayaa hooyadii maba ku soo dhacaysaba qofka maba kaga jirtaba bal ee waxaa jirtaba in wax badan oo noloshaada ka mid a aysan hooyadaa waxba ka ogeyn dadka kale asxaabtaada ay wax ka ogyihiin waan arkay indhahayga anagaa saaray marka taana waa wax laga fiican yahay qofka waxaa wanaagsan anagoo xadiidkan dabaqayna inaa saaxiib aa ka dhigato hooyada hooyadaa wax aysan ogeyn qof kale muxuu kaaga ogaanayaa hooyadaa dhib aysan maanta kula maraynin aysan yacni wanaag aysan hooyadaa kuu samaynaynin miyuu qofkan kuu samaynayaa jeceyl oon hooyadaa ku jecleen miyuu qofkan ku jeclaanayaa maanta aada baratay xaqiiq waa maya hooyadaa jeceylka aad ka helayso dunida qof kaloo saaran lagama yaabo inaad ka hesho hooyadaa sida maanta ay kuugu sabrayso ay kuu jeceshahay ay dhib walba kuugu marayso dheeftaada iyo farxadaada iyo guushaadana ay u jeceshahay qof u jecla dunida kuma arkaysid marka dadkan kale aan hooyo ka horeysiinayno meesha aan ka saarno qofka kuugu horeeya ee saaxiib dhow kuu noqda dhib iyo dheefna aada wadaagtaan hadday murug iyo farxad wax kula soo diriyaan qofka ugu horeeya aa xasuusato aada wacdo hooyo ha noqoto waayo xaq ay u leedahay xaqna ma ahan mida anaga siinayne waa mid alle subxaana watacaala uu siiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu siiyey anagoo ku dayanayno waa inaa raacnaa anagana waana mid inoo wanaagsanoo wanaaga inuugu jira marka hooyo xaqaas iyo xuquuqdaas ayay leedahay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay aljannatu fii taxti aqdaami ummahaatiha jannadu waxay ku jirtaa hoyooyinkeena hoostooda yacni lugaheeda hoostooda ay ku jirtaa marka jannadii ayaaba hooyo lugaheeda hoosteeda taale maxaan kaga mashquulaynaa wax kaleeto marka hooyo in loo samafalo la wanaajiyo saaxiib dhow laga dhigto aynu ku dadaalna mar walba intaas markaa ka soo hadalnay waxaan u gudbaynaa insha allah qodobkeena kale ee ahaa maxaa gabadha laga rabaa ama waajibaadka gabadha saaran gabadhaa muslimada ah ee alle subxaanahu watacaala uu sidaa u qiimeeyey sidaa uu u darajeeyey oo noloshii hore ay ku jirtay iyo nolosha hadda islaamka uu geliyey ay aada u kala duwan tahay sida labada nololba aan isku soo barbar dhignay ay aada u kala duwan tahay maxaa laga rabaa marka gabadhaas maxaa waajib ku ah marka ugu horeyso qodobka koowaad ee waajibka ku ah gabadhaas waxaa waaye shukrullah horta marka hore inay alle subxaanahu watacaala ay ku mahad celiso calaa nicmati diiniha waas'aluka tsabaat maxay ugu mahad celinaysaa nicmada yacni diinteeda ay gelisay gabadhaas ay siisay haddii aad gabadh muslimad tahay cid ku gaarta ama cid kulamida dunida ma saarna waayo xuquuqdaas aan soo tilmaamnay oo dhan ayuu alle subxaanahu watacaala ku siiyey dhan walba marka nolosha loo fiiriyo xaalad walba oo aada maraysid marka horta diintaada alle subxaanahu watacaala uu ku siiyo gabadh muslimada aad noqotay ugu mahad celi weydiisan alle subxaanahu watacaala inuu kugu sugo diintaada qodobka labaad waxa waaye gabadha waajibka ah ku ah an taltalisma bidaacaati waalcibaadaat inay gabadha laasimto daacada alle subxaanahu watacaala iyo cibaadaadkiisa in alle subxaanahu watacaala waxyaaba uu kugu waajib yeelay ee cibaadaadka ah aada la imaadid aada laasimtid badanka waxaan aragnaa ama anigaba aan arkaa kulli idinkan waad ila aragtaane in cibaadada aada aan ugu liidano gaar ahaan salaada runta marka la isku sheego wax salaada ilaaliyo aada ayay u yar tahay marka horta taas inaan ka soo dhex baxno mugdigaas horta nolosha inaga haysta ee salaada aan ugu liidano inaan ka soo dhex baxno salaada tan aan ugu sii liidanana waa salaada subax badanka salaada subax wax u kaca ee dukaan waqtigeeda ilaaliya waa yar yahay inta aan arkay aniga bulshada inta aan ku dhex jiro inta aan arkay
marka taas horta inaan ka soo dhaxbaxno waa caqabad weyn waa mugdi salaada subax oo qofka oo ka tagtana waa min calaamaat almunaafiq calaamadaha qofka munaafiq lagu garto ayuu nabiga sallallahu calayhi wasallam inoogu sheegay marka si aan calaamadaas iskaga tirno waa inaan salaada subax waqtigeeda ilaalinaa aan u kacnaa salaada subax ku celcelinayaa waayo inta badan iyada ugu adag salaadaha afarta kale siday waajib kuugu tahay inaa u dukato ayay salaada subaxna waajib kuugu tahay badanka waxaa lagu marmarsiyoonayaa waan dhafray xalay baan waqti xun gaaray adigoo 10 saac habeenimo seexday haddii salaada subax 11 saac soo gelayso waa u kici kartaa xaqiiq waan daalay iyo waan dhafray midna marmarsiyo ma ahan waxaa hubaal ah qofka wax qalbigiisa iyo niyadiisa ay ka soo go'do inuu samayn karo xitaa adigoo taleefan ku xiran haddaa qalbigaaga ku xirto wuu ku toosinayaa qalbigaada hadda waa qalbigee waa qalbiga alle subxaanahu wa tacaala ku xiran marka haddii aad aragto adigoo salaadii subax aadan kici karin naftaada dib u xisaabi iimaankaaga waxbaa ku jira salaada subaxna saas dhan agtiina aysan daciif uga noqonin marka dhammaan cibaadaadka waxaa salaada subax u dul istaaga maadaama ay tahay iyada waxa inta ugu badan aan aragno inaan dadka daciifsadaan marka dhammaan cibaadaadkani sidaas ayaa qofka laga rabaa soomkii zakadii haddaa maal leedahay aabixinteeda kulli dhammaan cibaadaadka alle subxaanahu wa tacaala uu kaa rabo waa horta inaa ka soo baxdaa haddaa cibaadada alle ee daciif kaa tahay dunida wax kuu hagaagaayo ma lahan marka marka ugu hore inaa horta cibaadaadka alle aa laasimto la imaashahooda waa qodobka labaad taa xagga iska gudbo qodobka saddexaad waa inaa ka fogaato dunuubta iyo macaasida waxyaabaha dembiyada alle subxaanahu wa tacaala uu kaa xarimay wax walba alle uu kaa xarimay inaad ka fogaato waa qodobka saddexaad qodobka afaraad marka wax walba alle subxaanahu wa tacaala kaa xarimay inaad ka fogaato waxay kaa caawinaysaa inaa wuxuu alle subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay raalligana kaaga yahay aad la imaado qodobka afaraad wuxuu yahay dalab alcilm cilmi inaad raadiso oo aada dalabto xaqiiq cilmiga gabadha muslimadda inay barato ay dalabto waa ku waajib cilmiga labaa loo qaybiyaa diini iyo maadi weliba midka diiniga ah badanka waxaa xoogga saarnaayoon ku dadaalnaa cilmiga maadiga ah barashadiisa anagoo cilmiga diinta ah waxba aanan ka garanaynin taana horta inaa iska soo gaabino dhammaan waalidiinta iyo yacni kula dardaarmayaa horta ubadkaaga marka aad wax baraysid waxa ugu horeeya aa baraysaa ha noqdo cilmiga diinta cilmiga diinta qaar baa waajib ah qaarna waa sunna waa waajib qaarkiis oo qof walbuu muslim ayuu waajib ku yahay oo haddii laga waayo uusan garanaynin qofkaas yacni ma ahan mid dhammaystiran islaamnimadiisa waayo cilmiga cibaadaadka hadda lagula imaanayo cibaadada maalin kasta aa la imaanayna salaada aa dukanayno soonka aa soomayno haddaanan garanaynin sida aan u cibaadaysanayno aan salaada yacni salaadu kale hadda soo qaadano hadda sida aula imaanayno shuruudeeda arkaanteeda waajiba ee maxay ahayd hay-aadkeeda haddii aanan garanaynin yacni wax maanta inoo faa'iideynayso inaan cilmi maadi ah majester iyo p h a d aan ka qaadanaa ma jirto marka horta ugu horeyso gabadha inay dalabu lacilmi cilmiga ay dalabto cilmiga faa'iidadii yacni waajibnimadiisa nebigu sal alay slam isagoo ka hadlaayo wuxuu dhahay dalabu lacilmi fariidatuna calaa kulli muslimin fii riwaaya riwaayo kale waxay leedahay fii kulli calaa kulli muslimin wa muslimatin marka haddii calaa muslimin xitaa aa ku socono adi muslimkii aa ka mid tahay meel walboo qofka yacni almu'minuun yaa ayuha aladiina aamanuu marka la leeyahay aamanuu waa ku jirtaa muslim haddii lagu dhahana waa ku jirtaa meel kagama maqnid marka inaa maxay ahayd cilmiga aan ku dadaalno barashadiisa aan dalabno aan raadino gaar ahaan cilmiga ina baraaya sida alle subxaanahu wa tacaala aan ugu cibaadaysan lahayn aan u caabudi lahayn cilmigaas inaan ku dadaalno barashadiisa qodobka shanaad waxa uu leeyahay ee gabadha muslimadda laga rabo waxa waaye
الالتزام باللباس الشرعي وضوابطه إن قبل أي لازمته حرشة برك شرعي حجابك شرعي على سبحانه وتعالى وكواجبي حرشة إن هذا لازمته يعني إنا حرتك ليكم الأورانينو محايا لي مر إنا حرت مرنا أكتكتو هي ذا والله ما أقول ما بنعنا مرك إنا لازمتي حجابك شر مرول بحرشة ديزة محايا لي حجابك وكو حفظايا وكو أسطرايا إن ده ضدك وكاخرنايا ضدك حنحن قلبي يضوض وحيابها كسو دال أعملها مرك آذن حجابك حرنين أيو كائلا لنايا قفل بو ما أنت كوسو فضالنا كوسو دقدقي لها بو كائلا لنايا سكمد معهن قبر حجاب حرن يقبر حجاب الآن تسالو ينبضن أي أسوقاتان علماء تسالها أغفضد حاواي إنها لبننع مدن أوفيقين هاي مدن أوبعك حرين هاي آميل إسكولا أركتو كيبا قادن لهذين متك بعدك حرين با قفل بقادن آيا إما متك فرن عدن قادن ميسو محايا لو ديعين هاي بنانك أيو يالا مركا قبل مسلم قبل حجاب كحرن قبل أن حجاب كحرنين الله بدس أو كلا أي كليين مركا الله في ريو حق الرجع يا دماعي حلقي يا مركا حجاب كأو ضعيف هاي أما آدن حرنين بحجاب إن آد لغو أمانه لغو لها هذلو لكن قف نقل بيجي سدب وما قادن يسد بنانك أسوم باكو إكانيسا بنانك أسوم بالغ على هذلايا لغالة أمانايا لكن هذا إما دونول رب إن يقص لسمايو نول بمان تهديل بيدي وحورنا يا قبل أسترنا حجاب كل أيان أيان قاذنا يا هديل بيدي قبل ولا بدو قيدا أي نول بدو قيسا مرك قذف كاسنا وإنا عادوا إلى علنا مرة ولا بقي مال ولا بقى نشوكنا حجاب كان إنا قعنت كوهي سنة أن حرنو أن أتكي سنة هل وده هرير بادي واي أما يلا ودهن أبديت ميد هل وده أما يلا ودهن وقت هذا أنفقين أي أنا قص إبو إمادة يا الأرس بالله بده تجي يا بالله ده هاي أرس كي بحان ده هاي حجاب كي كان كو إمانة يا تذكر صاحب هذا قال إبو ده بابا وحي ليهن أبديت ميد ميا عدم حكا قلدن يا ما أرس بس سنة لو كنا تي أفرى المرو يا حجاب لو تجا والو تجا محيد به أرس حجاب كي أو قص وقيب قاتي وقص وبحي محدم بي كمان السوق هذا بل أشر إنك سوق هذا معانا مرك مرة والبا وح والبا لغرها دقها ودقين حجاب كا كومهم سنادو هنكوه رأيو تي حتى لغرها الباب كمسو قلي ست حتى هذا حجاب ودتت الحمد لله أنت هذا اللي ورقع سلاة شكر يدكو محاكو دبي يا مرك حق أسنى إن شاء الله إن أدو إلى علنو وأنا واجباتك على سبحانه وتعالى وأنا ساري واجب كم إذا آيطرن أيو الله سبحانه وتعالى كجهد لي وذكرنا إنا بدن كينا مركينا حجابك أتكينا إن شاء الله حرشي ديسا قضب كل حد وإن قبل أخلاق ذي أي إلى لسو حسن الخلق إن لا إمادو أخلاق ذي إني ونكسناتو أهد بي مهم أتهاي أخلاق ذي محاكم إذا حشوتك إن أتهاي قبل حشوت حشوت وكم مقضو حشوتك أهد أسرعيو حشوت كاد واسي دمعنا يا بل ليه لاكو حاربنا أنا صنع لأنه أنت نمش فلذا دا دور سنان يحشوت العفة وحكمة أخلاق ذو نفس إن جبر دور صن عد نقطة جبر روم بدن إنا نقطة جبر سفر بدن إنا نقطة جبر والدين تيد وأحسن فش إنا نقطة دمعنا وحكمة دين أخلاق ذو نفس إن جبر مسلم دا لجربه أنت أسب إنا الله إيمانه خرمت عين الشجنة عرب كانوا أنا كإلى لنا وحيابها بهنت ما لا يعني جاء وقت جانا إن جاء قاضنا وقت جرنت أدب وقالي وياي مرك إن أنا وحيابها سأدن أكل ورسونا سأن أهلنا رالي أنشها الله أخلاق ذو نعكس النبي صلى الله عليه وسلم في قتل ما مي حيابها قف كجنة وكم تستئن أي كم التهاي مرك إن أنا محي هاد كذ ذلنا يذنا قذفك كلا جبر لجرب وحواي إنا دارته صاحبه ونكسن تظل صاحبه سا بلشة كل حنوشه هاي إنا بلشة دتك أكل صاحبي سد أي نقدان دتك ونكسن ونأك كوجي ذا ونأك كودي رجليا قف أذيك كه ونكسن إنا عرقتت حكتجن لصاحب
kudalsa ula saaxiib lahayd dad wanaagsan saaxiib wanaagsan ina dooratid wax badan ay ka saacideysa allah subhanahu wa ta'ala fi surati zukhruf wuxuu ku leeyahay al akhlaa yawma idin ba'dhum li ba'din aduun illa al muttaqin dadka saaxiibada ah maalinta aakhira cadow ay isku noqonayaan illa al muttaqin kuwa muttaqiinta ah ma ahane marka saaxiibada wanaagsan aad yeelatid taasay kaa saacideynaysaa in xitaa maalinta aakhiro aad saaxiibkaagii wanaagsanaa adduunyada aad isku noqotaan ehel qodobka sideedaad waxa uu leeyahay hadalkaaga inuu yaraado hadalkaaga aad inuu u yaraado hadalkaad uusan badnaanin maxaa yeele hadalka badan dembi unbaa laga helaayaayo laga kasbanayaa hadalkaaga inuu koobnaado nebigu sal alay wasalam wuxuu dhahay qofkiina haduu hadlaayo falyaqul khayran aw liyasmut khayr ha ku hadlo ama ha aamuso taas maxay keensanaysaa hadalkaaga inuu yaraado alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay laa khayra fii kahiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas dadka yacni faqooda khayr iyo wanaag kuma shiro saddex inay ka hadlayaan mooyaane saddex inay ku faqayaan maahane kow inay dadka daacada alla subxaana wa tacaala bisadaqatin horta inay isfarayaan cibaadada alle wanaag inay isfarayaan aw amri aw macruufin daacada alle inay isfarayaan aw islaaxin bayna annaas ama dad dagaalsan inay heshiisiinayaan marka hadalka khayrkiis iyo wanaagiisaba intaas ayaa lagu soo koobay saddexdaas in wanaag la isfaro in cibaadada alle laga wada hadlo in cilmi la barto waxyaabahaas in dad dagaalsan la heshiisiiyo qodobka sagaalaad waa in gabadha ay ku mashquusho waxyaabaha faa'iidada u leh cilmigaa kasoo hadalnay ah ka mid ah waxyaabaha faa'iidada u leh haddaa jaanis iyo fursad heshid cilmigaaga dib ugu laabo diinta maxaa ka garanaysaa nebiga sal alay wasalam siiradiisa akhrinteeda saxaabada ummahaatulmu'miniin ummahaatulmu'miniin keliya haddaa gabadha ay barato wax badan ay ka faa'iideysa ayna ka baranaysaa qudwana way inuu yihiin inaa ku dayan waa nagala rabaa qodobka tobanaada kusoo gebogebeynaya waxa uu yahay ee gabadha laga rabo xusn ikhtiyaari zawj inay doorato zawj wanaagsan gabadh iyada ikhtiyaar u leh zawj inay doorato waa wax doorashadeeda ah zawjka aad dooranaysid inuu noqdo mid wanaagsan diinta kugu kaalmeeya barashadeeda fahankeeda cibaadada kuu kiciya markaa ka caajisto kugu kaalmeeya inaad dooratid qof adiga khayrka iyo wanaagga kaaga horeeyo inaad dooratid laakiin qof adiga kaa liito markaa dhahdo waa dooranayaa ama qofba aan diin shaqo ku lahayn haddaa dhahdo qofkaasnaanta aan dooranayaa adiga unbaa gaabis kugu imaanayaa haddii aad ahayd qof aada u wanaagsan marka inaan wanaajino doorashada aan dooranayno qofka aan guursanayno iyadana waa qodob aada muhiim u ah maxaa yeele qofkaas wuxuu kugu kaalmeynayaa in alle subxaanahu wa tacaala aada u dhowaato qodobkaas insha allah kusoo gebagabeyneynaa waxaan rajaynayaa in insha allah wax badan aan kala faa'iidnay